ألف ألف شكر يا معالي الوزير. لا صحيح، ألف شكر. طبعا يا فندم، طبعا تحت أمرك. لا لا حقيقي، اعتبر انه خلاص تعالي من النهارده. طيب يا فندم، ألف شكر مرة تانية. مع السلامة معالي. قرار الترحيل صدر. هو عايز يوظف حد عندنا ولا ايه؟ اه ابن اخته تبقى تشوف الشغلانة عندنا. حاضر. قولي انت اتصلت بالمستشار مصطفى مندور؟ اتصلت بيه والمفروض انه يجي لنا المكتب بكره ان شاء الله. طيب كويس. ها دكتور خير طمني. لا 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 بسيطة الحمد لله، شوية ردود وجروح خفيفة نتيجة سقوط الأطباق والإزاز عليها، لكن الحمل سليم الحمد لله ومفيش أي خوف. حمل؟ أنت فهمت حاجة من اللي قاله الراجل ده؟ هو أنا مراتك ولا في حاجة غلط ولا إحنا مش واخدين بالنا ولا إيه؟ سيبك من الحكاية دي وقولي لي، أنت عارفة إنك حامل؟ ردي عليا، عارفة إنك حامل ولا لأ؟ عارفة. ومخبية عليا. ما كنتش لاقية فرصة. فرصة؟ مش قصدي والله فرصة ان اقولك بس. واحنا مش كان بينا اتفاق ولا انا بيتهيألي؟ جاوبيني بقولك. مش هتصدقني. هتقولي لي حصل غصب عني. مش كده؟ طب والله العظيم هي دي الحقيقة. حتى لو دي كانت الحقيقة ولو اني شاكك فيها، كان لازم تبلغيني فورا. ما انا لسه عارفة من شوية صغيرين. اسمعيني. اسمعيني كويس قوي. اللي في بطنك ده لازم ينزل بأي طريقة. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ احنا مش متفقين يا بنت الناس. ايوه متفقين، بس ربنا اراد غير كده. ليالي اللي بقولك عليه يتنفس. ممكن افهم انت عايز ليه تحرمني ان يكون لي ابني منك؟ عشان حظه ولادي. وهو اللي في بطني ده مش ابنك برضو؟ ولا انت خلاص عشان عندك ولاد من مراتك الاولانيه ما يهمكش تخلف تاني؟ هو انا ايه مكتوب عليا افضل طول عمري كده عايشه لوحدي؟ افهميني يا ليالي، انا لو خلفت منك هبقى ظلمت ولادي، لان ابنك هيفضل قدامي على طول ليل ونهار، لاني قاعد معاكي انتي على طول، لكن ولادي التانيين هبقى سايبهم لامهم لاني ما بشوفهاش. فهمتي؟ لا مش فاهمه بجد بقى، انا مش فاهمه حاجه، وكلامك ده اصلا مش منطقي وما يقنعش اي حد. ده انا لو عيله صغيره مش اقتنع. انا مش لاقي مبرر للي انت بتقوله ده غير حاجه واحده، ان اللي حكيته لك من اللي حصل معايا في لندن هو اللي خلاك مش عايز تخلف مني، صح؟ او بقى يا اما تكون انت متجوزني عشان المتعه والفرفشه ويومين كده وتزهق مني وترميني عشان ما بتعملش حاجه حرام. سياد مهما قلتي ومهما عدتي انا برضو مش هقتنع. اللي في بطنك ده لازم ينزل. لا يا استاذ حسام، يا اللي ما بتعملش حاجه حرام يا اللي بتعرف ربنا. انا كمان عمري ما هعمل حاجه حرام تاني، وعمري ما هقتل ابني اللي ربنا اداهولي. اوكي